الهشاشة النفسية. ميرا يوسف دكتوراه مهنية صحة نفسية وإرشاد، مدرب معتمد دولي، استشاري نفسي وأسري تربوي بمنصة استشارات. من علامات الاضطراب النفسي والمشاعر السلبية وعدم الثقة بالنفس إن الشخص يكون ضعيف أو هش من جوه من الداخل، ودي من أخطر ما يفسد سعادة الإنسان والاستمتاع في الحياة. ومن علامات ضعف أو الهشاشة الداخلية المبالغة في الحزن، إن نفسيتك تتغير بسرعة من أقل كلمة، التعلق الشديد بأي إنسان في حياتك، المبالغة في ردود الأفعال على أي موقف، موقف سعيد، موقف حزين، موقف مفاجئ، المبالغة في الشكوى والضجر، المبالغة في التعامل مع المواقف بشكل ساذج شوية. إزاي نتجنب الوقوع في الهشاشة النفسية، أو إزاي أقدر أتخلص منها وأعمل وقاية لنفسي من الهشاشة النفسية؟ أول حاجة بقوة الإرادة، ولازم أعمق ثقتي في نفسي، فمحتاج أشتغل طول الوقت على أهدافي، لأني طول ما أنا ماشي بخطوات غير محددة وعشوائية ده هيخليني عندي حالة من التشتت، ومن ثم الضعف اللي بينتهي بالهشاشة الداخلية، لأني مش هحقق أهداف واضحة أقدر أحس فيها بالإنجاز والثقة بالنفس. ثاني حاجة محتاج أشتغل على تثقيف نفسي، وده إن أنا أزود معارفي، قراءتي، تبعتي للأمور الحياتية اللي تساعدني أكون على علم ودراية بمجريات الحياة، أتقرب وأعزز التغذية الروحية والتقرب من ربنا، أخلي تفكيري دايما شغال في الاتجاه الإيجابي لأن ده هينعكس على نفسيتي بشكل قوي، فدايما أفعل الامتنان والشكر لربنا على النعم اللي في حياتي، والامتنان والشكر لكل حاجة بتحصل في حياتي والأشخاص الداعمين ليا. طول ما أنا شغال في حياتي وعلى قد ما أقدر معلقش سعادتي بالآخرين، إنما سعادتي الحقيقية بتيجي من مصدرها الداخلي اللي هو أنا. أحاول أتحكم طول الوقت انفعالاتي، مشاعري تكون بقدر متوافق مع الحدث الخارجي، حتى لو كانت المشاعر مشاعر إيجابية أو مشاعر فرح، فاللي يزيد عن حده يتقلب ضده. القوة النفسية هي الشيء الوحيد اللي هيخليك تتفوق على الآخرين بالفطنة، بمعنى أصح أنا مش محتاج طول الوقت أقعد أقارن نفسي بالآخرين، أنا محتاج أشتغل على قوتي النفسية اللي هتخليني دايما شايف إيه هي مميزاتي ودايما شغال عليها وبطورها. المحارب مش بس اللي بيمسك سلاح أو اللي موجود في الحرب، لأ، هو اللي بيملك القوة العقلية والنفسية علشان يتغلب على تحدياته وإخفاقاته ونقاط ضعفه، علشان يفضل يستمر في مسيرته ويحقق إنجازات. نمي مهاراتك العقلية والنفسية وخليها جوانب قوة فيك.